متى سنستفيق ونرى أنفسنا أننا في آخر الزمان؟ أرى بأن الكل لاهم بحياته ولم يتذكر بأن هناك حياة أخرى، وهي إما جنة أو نار. أغلب البشر ماتت قلوبهم تنصحه في أمر ما ولا يكترث لذلك، والبعض يقول لا يعني لك ذلك. أنا لا أنصحك إلا من خوفي عليك، ولكن ماذا نفعل؟ نأكل في لحوم البشر وهي الغيبة، وننسى أنها كبيرة من الكبائر. نفعل المعاصي وننسى أننا جعلنا الرب أهون الناظرين إلينا. والبشر أصبحوا لا يأبهون بألسنتهم، يطلقون الجروح وتخترق قلوبنا وينسون بأن لنا مشاعر، والأغلب لا يهمه أحد، يأتي لمصلحته فقط. وحينما يعبر منك لا تجد منه سلاما ولا كلاما. ألهذه الدرجة وصلت بعض البشرية لهذه الأخلاق؟ أين الضمير؟ ماتت ضمائر بعض القلوب، فما همها؟ نصحته فذلك لن يؤثر به، بل سيواصل فعل الشيء كوضع صورة نسائية في العرض. نصحت الكثير بذلك، ولكن ما النتيجة؟ يشكرك ويفعل ذلك مرة أخرى، ويبقى السؤال: متى سنستفيق ونترك كل شيء ونرجع لله سبحانه؟